أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان استكمال رصد وتوثيق 3609 واقعة انتهاك في مختلف المحافظات خلال الفترة من 1 يوليو 2021 وحتى 31 يوليو 2022. ووثقت اللجنة في تقريرها العاشر 905 واقعة قتل وإصابة للمدنيين سقط فيها 1293 ضحية شملت على 432 مدنيا بينهم 72 طفلا و32 امرأة، فيما بلغ إجمالي الجرحى 861 جريح مدني بينهم 194 طفلا و105 نساء. وأكدت أن فرقها الميدانية استمعت ل 9897 شاهد ومبلغ وضحية واطلعت على 9379 وثيقة وراجعت مئات الصور ومقاطع الفيديو. ورصد التقرير 171 حالة زراعة ألغام فردية سقط بسببها 62 قتيلا بينهم 8 أطفال وامرأتان، إضافة إلى سقوط 176 جريحة بينهم 39 طفلا وستة نساء، مؤكدا انفراد الميليشيات الحوثية بهذا النوع من الانتهاكات. وتضمن التقرير رصد وتوثيق العديد من حالات تجريد الأطفال والإخفاء القسري والتعذيب واستهداف الأعيان المدنية وتفجير المنازل والتضييق على الحريات وجرائم القتل خارج القانون ومصادرة الحقوق ارتكبت الميليشيات الحوثية الإرهابية معظمها، فيما نسبت بعضها للأطراف الأخرى. ورصد التقرير 25 حالة ادعاء بالتعذيب والمعاملة اللا إنسانية والمهينة ثبت مسؤولية الميليشيات الحوثية عن 20 حالة وخمس حالات ثبتت المسؤولية فيها على القوات الحكومية، فيما رصد تقرير اللجنة 36 حالة ادعاء بتفجير المنازل انفردت بها الميليشيات الحوثية الإرهابية. وشملت الحالات الموثقة 3 وقائع انتهاك للطائرات الأمريكية بدون طيار سقط بسببها 8 ضحايا جميعهم من المدنيين بينهم طفل وامرأتان وفقا للتقرير. وأكدت لجنة التحقيق أنها اتبعت آليات مختلفة لضمان جودة عمليات التحقيق التي تهدف إلى إثبات الوقائع وتحديد المتسببين بها وفقا للقوانين الوطنية والدولية المنطبقة على كل واقعة وبما يضمن مساءلة مرتكبي الانتهاكات وجبر ضرر الضحايا.